عزيزي المشاهد، هذه هي مسفات العبريين، تقع على الطرف الغربي للجبل الأخضر، وتبعد 7 كيلومترات شرقي مدينة الحمراء. وتعد مسفات العبريين من القرى السياحية في سلطنة عمان، نظراً لما في هذه القرية الجميلة من مناظر خلابة. تقوم بيوت مسفات العبريين على منحدرات جبلية تتخللها الصخور والخضرة اليانعة. في أعلى القرية نشاهد بقايا قلعة روغان، والتي تطل على القرية الهادئة بمسالكها الصخرية الضيقة. وقد بنيت بيوتها من الحجارة والإسمنت العماني، وهو ما يسمى محلياً بالصاروج. لقد فرضت طبيعة المنطقة الصخرية نوعاً معيناً من سبل النقل والاتصال، وقد شقت الطرقات والمسالك بين الصخور كي تربط الوادي بقمة الجبل، حيث ينطلق الناس بعد ذلك بوسائل النقل الحديثة. من هنا يغادر أطفال المسفاه كل صباح متجهين إلى مدارسهم في مدينة الحمراء، وقد وفرت الحكومة الرشيدة وسيلة المواصلات سعياً منها لراحة المواطن في أي موقع.